السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. عندما يدخل علينا العشر من ذي الحجة هناك تساؤلات وأحكام شرعية، والناس يسألون عن هذه الأحكام، ومن ضمن هذه الأحكام أحكام الأضحية، أضحية العيد، وعلى من تجب، وأيضا مواصفات الأضحية، وكذلك هل ممكن الأضحية عن الميت، وكذلك حكم الأخذ من الشعر أو الأظفر للمضحي. اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين. المذهب الأول أن الأضحية سنة مؤكدة في حق من استطاع، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. أما دليلهم على أن الأضحية سنة مؤكدة، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. الحديث في صحيح مسلم. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وجه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم، فجعله مفوضا إلى إرادته. ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي. أيضا ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجبا، وهذا الأثر موجود في سنن البيهقي، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب. أما المذهب الثاني أنها واجبة، وهذا الرأي هو رأي أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه. ونحن كما بينت نرجح رأي الجمهور، وهو القول الأول، وهو عدم الوجوب. أما شروط الأضحية على عجالة، نقول أن تكون خالية من العيوب، مثل العمياء العوار البين عوارها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، أو التي تكون مقطوعة اللسان بالكلية، أو ما ذهب منه جزء. الجدعاء المقطوعة الأنف لا تجزئ، مقطوعة الأذنين أو أحدهما. العرجاء وهي التي لا تمشي إلى المذبح. المريضة البين مرضها. الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل. هذه هي الأضحية، شعيرة من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأضحية، بل وحث المسلمين على ذلك، لما ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالتقرب إلى الله بالأضحية من أعظم العبادات والطاعات، عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولأنها عظيمة قورنا بالصلاة، قال المولى عز وجل: فصلي لربك وانحر. وبين العلماء أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، والأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. عندما نقول إنها سنة مؤكدة، نقول ذلك في حق الحي القادر وتجزئ عنه وعن أهل بيته. أما الميت فلا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوصي بها أو نذر بها قبل وفاته، واختلفوا في صحتها لو ذبحت عنه بغير وصية، هل تصح أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول: تصح للميت، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، ويصل ثوابها، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما، وأحمد في المسند، والبيهقي والحاكم، أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، وقال إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. أما القول الثاني أنها لا تصح عن الميت إلا إذا أوصى بها، وهو مذهب الشافعي. يقول الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوصي بها. والرأي الثالث: تكره عن الميت، وهذا مذهب المالكية، حيث ذكر الإمام خليل رحمه الله في مختصره في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره فعلها عن ميت.
وأيضا قال في التوضيح، وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين. قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. والذي أراه والله أعلم أنه تصح أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب لأبيك المتوفى وتنوي إشراك والدتك الحية في الثواب، ويصح أن تشركهما في ثواب أضحيتك التي تذبحها عن نفسك، وهو من البر والإحسان بهما. بقي موضوع حكم الأخذ من الشعر أو قص الأظافر بالنسبة لمن يريد أن يضحي إذا دخل العشر. اختلف أهل العلم على 4 أقوال. القول الأول جواز الأخذ، وبه قال أبو حنيفة وصاحبه. القول الثاني يستحب عدم الأخذ، وقال به بعض متأخري الحنفية. القول الثالث يكره الأخذ، وقال به الشافعية ورواية عن الإمام مالك وبعض الحنابلة. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وهذا يعتبر دليل. القول الرابع هو التحريم، يعني يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر، وهذا قول إمام أحمد وابن حزم وداود وبعض الشافعية، ورجح هذا القول ابن القيم. وهذا رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم، لما رواه سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث في مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. الرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صرفا عن هذا الأصل. والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي تحريم الأخذ، ولا نعلم صرفا يصرفه عن ذلك. هذا أيضا فتوى اللجنة الدائمة في السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويبصرنا بديننا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.